شامبو وخد صابونه هديه. نجوى نجوى عودي مكان عودي مكان دقيقه واحده بس شكه قوي. نانا انا عايزك تاخدي لي ميعاد مع اخوك في البيت. ها عايز اجي ازوركوا بجد؟ بس انت جدك لسه متوفى. ما انا عارف الله يرحمه، بس تاكدي ان دي اكتر حاجه هتسعده في توبته. قلت يا ماما اهو ماشي. سوي مش هقدر اكمل معاكوا عشان دي مش مكانتي. انا اسف. سوي سوي يا عيني ليلى ليلى عيني ليلى عيني. هات شاي يا علي. يلا موان على مهلك. جميلة يا اهلا وسهلا يا مشاوير. نورت الورشه غاليه. ما تلاقوش ما فيهاش حاجه سليمه ان شاء الله. لا حضرتك فاهم غلط، احنا هنركن بس 10 دقايق. تركن بس؟ طب شيلوا القرف ده من هنا عشان ده محل اكل عيش. لما تتكلم عدل يا جدع انت في ايه؟ الله، هو كل واحد عنده حته حق صغير خايف عليه ومش عايز حد يركن قدامه؟ طب مش هنشيل مش هتشيل مش هنشيل عادي بقى. وختام النادي يا ابراهيم. انت بتعمل انت عايش وش جاهز وش. طب نطلع البلاغ ده. لا مش للدرجات دي بقى. انت كمان لعلمك مش حلو يعني بتعمله ده عشان انت في منطقتك يعني مش موجوله. وكلمه تانية هفرد الحزام. تفرد الحزام؟ ايوه. همشيل القرف ده من هنا يا شيل القرف ده من هنا. ده انت مستهيفنا بقى يا هو. مستهيف ايه المفاجاه دي؟ وقت الضرب ويتعلم عليكم كمان. ليك شوف حاجه يا لا يا باشمهندس ملناش شوف حاجة. شو ما انا بكلم الاستاذ. انت ايه اللي دخلك؟ تسال كبير المنطقه ايه اللي دخلك؟ هو معاه حق. لما انت تتكلم وانا واقف يبقى لازمتي ايه؟ الراجل بيسال ايه دخل. انا اقول لك احنا فينا من كده ولا ايه؟ اه في كده كمان. لا 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 وكده كمان. ليه العنف ده يا استاذ؟ انتوا جايين لي مين يالا؟ مين اسمها ايه؟ منار. منار جايين لي منار. منار مين يو؟ انت ما فيش العالم كلها الا منار اختك هيمه. شرف يا نهار اسود. معلش اصل هيما اخويا كبير الحته، مفيش لا شرده ولا ورده بتعدي من تحت مناخيره. خش انت بيت دلوقتي. طب عشان كلكم شيش. خش جوه بيت. وانت بقى لمؤاخذه يعني ظروفك يا زميلي؟ الحمد لله الحمد لله. ظروفك ايه؟ ظروفي انا وقوف وقفه طمان. الحمد لله موظف في السوبر ماركت وباخد 1000 جنيه في الشهر. وبناخد حوافز كل 4 شهور يعني. اكيد منى موصله المعلومه دي حضرتك يعني. وهتفتح بقى بيت ازاي ب 1000 جنيه مفتح؟ ها ما ان شاء الله باين بيه ان شاء الله يا ربنا يسهل مرتبي على مرتب منى وربنا يسهل. يعني انت حاطط عينك على مرتب البيت؟ يعني انت طماع يا زميلي؟ تصدق فعلا انا شكلي طماع. انا طماع. انا اسف انا اسف. انت عندك حق. سلام عليكم. يلا اذنك اقعد يا انت اهو. المهم عندك مقله؟ عندك شقه يعني؟ ده رؤوف عنده حته دين شقه تحفه في مصر الجديده. مصر الجديده بنت دي طول عمرها حظها قليل. والله انا راح اشوف الشقه. طبعا شقه اختي الوحيده شقتي، لازم اطمن عليها. مش اي منطقه كده والسلام تسكن فيها هي يعني. ها طبعا حضرتك يعني تشوف وتقانس طبعا اكيد. عن اذن حضرتك. يلا عن اذنك. ما تخلص يو. هو الا عن اذنك. عن اذنك تخش يا فاكر انت مسكني مين بتوجعني ولا ايه؟ لا يا ابو اخلص يو. انا بفهم حضرتك. وانا خدت معايا البيت وخدت واديت معايا في الكلام. وعايز تخلع عايز تخلع. الناس اللي بره في الحاره دي تقول عليا ايه؟ تقول المعلم ابراهيم ايه؟ هتقول كل خير. انا مش مظبوط يا مروان. مالك في ايه؟ مش عارف مش عارف مش عارف يا مروان. دي
فيه ايه بقى؟ موضوع الخطوبه والهبل ده ما ياكلش معانا، عشان احنا عيال ولاد بلد. هتفضل بقى داخل خارج عروستي، لا ثاني ما لا بحبك. لا انا دمي حامي شطه مولع، ما احبش اللي بيتدلع. انا كبيري مات يا الله يرحمه ويحسن اللي وبنه منعرف. يعني داخل عليا بطولك يعني، ما معكش غير الافندي اللي بيلق ده. انا كبير مات يا ابراهيم. بتقول ايه يا حلتها؟ لا وبنه مفيش حاجه، جدي ومان مش جدي مات وانت حضرت عزاء. ان شاء الله يفرمني قطر مات وحضرت عزاء يا استاذ ابراهيم. يا بابا خلاص احنا بالصلاه على النبي كده نقرا الفاتحه قبل الموضوع ما ريحته تطلع. بس ثانيه واحده بس يا استاذ ابراهيم، هو حضرتك ليه محسسني ان رؤوف غلط مع الاخت؟ غلط مين؟ انت بتقول ايه يا لا؟ بيقول محسسني بس بقى موان، بس يا موان. اما رجاله تتكلم بالمطاوي تخص خاص. ممكن حضرتك تديني شهر بس يا ابراهيم اجمع نفسي، بس شهر. مفيش مشكله، حاضر قدامك شهر بس نقرا الفاتح. اه نقرا الفاتح. نقرا الفاتح يلا. طب نكمل الفتحه يلا يلا. عارفين يلا معاك الصح صحيح يا اختي يا حبيبي. يلا يعني انت مبسوط يا ابراهيم؟ فاكرك هتعمل فينا حاجه. مناشوه؟ مناشوه مين يا ابراهيم؟ مناشوه يا ابراهيم. بيوم مناشوه بنت منار اختي اتخطب. اختي منار اتخطبت. ده قوم بالظبط وصدق قوم بالنار. روح يا بنت، صلاتي يا بنت. هات النار اللي لك عليها وظبطتها. مين؟ انا خال عيالك. حضرتك ما عنديش عيال، شوف الشقه اللي فوق يا جدع. انا ابراهيم اخو منار خطيبتك. احنا مش اتفقنا ان انا اشوف المطرح؟ ما تفتح عروف. ومستعجل ليه؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده من 6 ساعات بس. افتح انت، سيبني اقف على الباب بره ولا ايه؟ افتح. وحشتني. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ بسم الله ما شاء الله، ده حاجه حلوه قوي. سقف عالي، الحاجات بتاع الزمان الجميله. انت جاي تشتري الشقه يا ابراهيم؟ مفيش حد هنا ولا ايه؟ اه مطبخ صار. ايوه كده. لا ده شغل عليه قوي قوي. الشقه الطويله العريضه دي عايش فيها بطولك فرداني. كله عاوز يبقى بالفلق يا جدع. ما تخمسش في وشي، احسد مالي. قصوا انت جاي في نص الليل عايز مني ايه؟ عاوز ايه؟ كل خير. انا حاسس ان احنا بقينا اخوات. قوم لما تزنق في مصلحه يبقى قله الاصل على الكيف لو رحت لحد غيرك. يا جدع احنا شباب زي بعض، عايزك تحس بيا. احس بيك يعني ايه يا ابراهيم؟ ايه ده؟ يا ايه ده؟ افهم معايا موزه وعايز مكنه. اوعى يا ابراهيم، اوعى يا ابراهيم لو سمحت. لحد كده كفايه قوي. في ايه يا جدع؟ ايه اللي في ايه؟ لازم تفهم البيت ده قطها وقشط بيت في مصر الجديده كلها. يا جدع مراتي ضاربين ورق عرفي. اشوف العقد العرفي لو تقاومت. انت مش بتصدقني اه؟ انا مصدقك يا ابراهيم، انا بطمن على العقد اللي يكون ضاع. المهم بقى يا معلم، الموضوع ده يفضل في السكرته، يعني منار اختي ما تعرفش عنه حاجه. حاضر يا ابراهيم. لو منار عرفت سمعتي. سمعتك اه. سمعتي. حاضر يا ابراهيم. اتفقنا؟ اقوم يا ابراهيم، اقفل دي بس. صباح! يا صباح! صح عليك يا ابراهيم. خلي ما تتكسفيش، ده بيت اختي وده الاستاذ رؤوف جوز اختي. اهلا يا هاني. صباح مروحه، اصل مدورها ومطرياها. اوضه النوم جوه في سرير بمله اخيرا حلمتت. يلا روف اعمل الصح. اللي هو ايه الصح يا ابراهيم؟ ازازتين بيره مشبرين، حتتين لحوه مشويين، سكرتين ملفوفين. يا طاروخ معلش يا ابراهيم، المكونات اللي انت طالبها ما بقاش بيت اختك، بقى بيت ضعاه. الشغل بره وبعيد. يا رؤوف يا جدع بقول لك ورق عرفي. طب مطلوب اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص يا عم انا اللي هعمل، انا هنزل اجيب شويه طلبات لزوم القعده واروق الدنيا. قومي يا بت رشي كتتك بشويه ميه. بعشقك يا موزه. دار يا دار يا دار. ما تتعخدش يا اخ ابراهيم. فريق وحدك بتشتغل ايه؟ يا دار قولي لي يا دار راحوا فين حبايبي الدار؟ فين 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 فين؟ اشتغلي ايه؟ صوصك يخرب بيتك يا ابراهيم، ازاي تتجوز الاشكال دي؟ على فين يا جدع انت؟ طالع بيت يا جدع. بيتك فين؟ عند الاستاذ رؤوف. وما قالكش؟ لا ما قاليش. اقول لك انا بقى، انا شيل رؤوف اللي كنت مسافر ورجعت بألف سلامه. هتلاقيني رايح جاي، معايا ضيوف، معايا ناس. حكيت معايا هديك 100 قلم. اوعى ليه؟ انا اذنك. Thank you.
اهو بيسه بقى بومبا. استنى بتشتغلي ايه؟ طيب عملت ايه؟ ايه رايك في ايه؟ مش فاهم حاجه بايف. ايه مش مشكله، خد ساقع البيره دي. لا انا بحب اشربها سخنه عشان بتفكرني بالشوربه. بعشق دماغك. حول ولا قوه الا بالله، ربنا لولا انها مواته اللي كنت طلبت له البوليس دلوقتي. خش يا مياد خش، خد راحتك على الاخر. بس ديت ايه ده؟ ايوه مسا مسا روح. مسا النور يا سيدي. يا جدع انت لغين، عيش مع اللحظه. اقول لك مسا مسا رؤوف تقول لي مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا ابراهيم. مسا مسا. ايوه كده. قول لي مبروك. الف مبروك عليه. جوزت. امال فين صباح؟ صباح مين؟ صباح اللي جبتها قبل كده وقعدت هنا وضحكت برضه، مش كانت واضحه؟ مسا مسا رؤوف. مسا مسا ابراهيم. مين تعالى؟ خد البيره دي ساقعه، اعمل معاها الصح. الله يخرب بيت مناره واليوم اللي شفت فيه مناره. بدون ايه؟ مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. مسا مسا رؤوف. تعالى يا هاني. خد يا حبيبتي. اعتبر البيت بيتك، خد راحتك على الاخر. مسا مسا رؤوف. مسا مسا ابراهيم. قول لي مبروك. ألف مبروك على إيه؟ مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا أبي، هات سقعة كبيرة، هات سقعة كبيرة، الله يخرب بيت رؤوف وبيت مين؟ بتبطل تقول يا لا، بقول مسا مسا يا أبي، مسا مسا مدام. صح يا منى، نفسي نتجوز بكره الصبح كتير قوي. اسبوعين انا مش عارف اعيش في البيت يا منى، طبعا عشان انت مش فيه. يعني ابراهيم بيقول لي ان كل يوم سهرانه عنده. رؤوف اوعى يكون ابراهيم بيعمل حاجه كده ولا كده، انا عارفاه ده مجنون وطايش. لا روحي، مجنون وطايش على نفسه يعمل ايه؟ اسال ابراهيم قول له من هو رؤوف. استنى، انا اسود نمر من المانيا. الو يا تيتا، ازي حضرتك؟ حضرتك جايه مصر بكره؟ معلش سؤال، يعني طيارات فرانكفورت وصلت كله كاب خرجوا الا تيتا اللي هي جدتي، تفتكر في ايه؟ طالما الطياره جت بالسلامه تيتا هتيجي بالسلامه هي كمان، مالك على الان ايه؟ حضرتك فاهمني غلط خالص، يعني بس سوري انا اسف. امنا طيارات فرانكفورت وصلت وهي ما جاتش. اه وشك حلو طول عمرك رؤوف. ازاي اكلم طنطك بهيره بالصدفه تقول لي ان رومان مات؟ يا تيتا ربنا، كلمت حضرتك التليفون كان مقفول. ما انت لو كنت بتتكلم يا حيوان كنت عرفت ان انا غيرت النمر من 16. يلا خد دخلهم العربيه. حاضر. يلا صباح حضرتك. صباح حضرتك. قول لي يا ولد. هو ماتت. مين اللي خبط العربيه؟ ربنا الله الله يرحمه. امان امان، ربنا يغفر له ويسامحه. الله يرحمه. قول لي هو رمان مات ازاي؟ والنبي يا تيتا السؤال ده ابوكي يعني بعدين، يعني الدنيا حو وكلاب. لو تقام لو تقام. نورتي مصر يا تيتا. اخرس، انا روحي في مناخيري. عطلوني في الحجر الصحي عشان خاطر الكلاب. قال عملوا كل حاجه في البلد ونظفوها وخايفين من الكلاب. انت بتخاف من الكلاب يا ولد؟ لا حضرتك لا. انا بستغرب جدك لغايه النهارده ما جوزكش ليه؟ انا ياما قلت له، كنت عامله حساب اللحظات. وتيتا حضرتك ناويه تيجي على المانيا امتى؟ انت تخرس خالص. مفيش حاجه، انا بقول لو حضرتك مستعجله الف واضع مطار. اخرس. خلى ابو سليمان يجي يساعدك في الشنط. ابو سليمان مات الله يرحمه ويحسن اليه ارتاح. في سليمان دلوقتي يا سليمان؟ ما هي حضرتك يعني زي ما انت عارفه اجيال بتسلم اجيال يا تيتا، يعني مفيش حد بيبقى قافش فيها على طول يعني. الحمد لله على السلامه حضرتك. الحمد لله على السلامه. مره ويا هانم، الحمد لله على السلامه. كبرت يا بجم، انا سايباك وانت عندك 15 سنه. صح، طول العمر ليك يا هانم. ابو البيت ما شاء الله. الله. العماره بقى حالتها زفت كده ليه؟ عندك حق يا تيتا زفت. سليمان
نعم يا هان. عايزك اجتماع مع سكان العماره في اسرع وقت. حاضر. سمعت؟ سمعت. يلا جوبل. اتفضل يا تتح. اتفضل يا العماره نورت. مصر كلها نورت. الله، انت سايب التلفزيون مفتوح؟ اوعى كده، اوعى من قدامي يا ابني. ليه يا رؤوف؟ انت ليك في العتاقي؟ ده هتبقى مذبحه يا شريف، مذبحه. ميزة مزة يا رؤوف. ماي جاد. جرايه مزة. ما تدخل مع صحباتك. اخس عليك يا فايم. دبل رعد. الست دي كدابة. اخلصي. قصدي ما تتكلميش غير لما اقولك يا شوية. يا روي هانم، الموضوع مش بالسهولة اللي انت فاكراها ديت. يلزم له أدلة وشهود. يعني حضرتك صورتي الواقعة بالموبايل مثلا؟ اصور؟ اصور ايه؟ قلت لك شفتهم بعناية دول. انا مش منقولة من هنا الا ما تدخلهم كلهم في التخشيبة وتدور على النجل اللي هرب وتجيبه هنا. يا مدام راوية، انتوا مش بتاخدوا في المانيا المواضيع ببساطة برضو؟ شعرفك ان انا كنت في المانيا. ما انا والاستاذ رؤوف عشرة قديمة، قابلته في لجنة قبل كده هوت وهو سايق عربية حضرتك. تبقى انت اللي خبطت عربيتي. شكا واحد ظابط حضرتك، جبت من الاخر بصراحة. ممكن كلمة على مفاد؟ ثانية بعد اذن حضرتك. اتفضل. يا مناو النمر غلط. حد الظابط، انا بقترح على حضرتك يعني ترميني في التخشيبة من هنا للصبح، ونقعد بقى في التخشيبة نفكر في اي جريمة. وبعدين هنفكر ليه؟ ما الجريمة موجودة. انا المسؤول عن اللي حصل في الشقة بالبنات دي كلها. ايه رأي حضرتك؟ لكن مروح انا مش عايز اروح. عايزك تتأكد تماما يا رؤوف ان الظابط لازم يطبق القانون ويحافظ على المواطن، وانت عارف طبعا ان الظباط دول اخواتكم وقرايبكم. وانا كان نفسي اساعدك واحبسك. معلش يا رؤوف، خد دي وروح. ارجوك مش عايز اروح. اتولدت قصير وقلنا ماشي، يمكن يكون ده حافز ليك عشان تبقى حاجه. بيقولوا الدكاتره ان القصيرين دول عندهم ذكاء خارق، لكن انت طلعت اهبل. دي حاجات بتاع ربنا يا تيتا، مش هنتدخل في شؤون ربنا. طلعت عينينا في الدراسة ونجحت بالعافية، وهو بقى عندك 40 سنة ومعرفتش تعمل لا بيت ولا أسرة. سبحان الله يا تيتا، حضرتك فتحت الموضوع اللي أنا كنت عايز أجرجع حضرتك فيه. يعني إيه هو يا ولد الموضوع اللي أنت عايز تكلمني فيه؟ حضرتك تيتا حضرتك، بس مش عايز حضرتك تتعصبي عشان الجو مش ناقص توتر زي ما حضرتك شايفة يعني. وبعدين عشان أعصاب حضرتك. في إيه تيتا؟ ايه اللي قلب الصوره دي؟ حضرتك احنا قلبناها عشان نحافظ عليها يعني. دي صوت حضرتك، دي صوت حضرتك. تعدلها دلوقتي حالا. حاضر. وبعدين تنظف البيت ده اللي بهدله صاحبك الصايع اللي هرب. وبعدين تتخمد عشان هنصحى الصبح بدري نروح نزور رمان. تيتا تتهاويه تتهاويه. هو موتت. فين الغفير الزفت بتاع المدفن ده؟ يا ابو ربيع، ابو ربيع. ابو ربيع مين يا تيتا؟ ابو ربيع الله يرحمه مات دلوقتي. في ربيع ابنه ما شاء الله قايم بشغله. ما هي اجيال بتسلم اجيال يا تيتا. اهو ربيع ده منظر مدفن ده؟ يعني الشوارع مش نظيفه قلنا ماشي، ناس قابله تعيش في القذاره قلنا ماشي، لكن خلاص ما عدناش بنحترم لا احياء ولا اموات. الله يرحمك يا امان، الله يرحمك. ما تسترجل يا ولد، اللي زيك في المانيا رئيس وزارة، يعني بيحكم بلد بحالها. هنا ما بيدوش فرصة حد يا تيتا، حضرتك عارف. اخرس خالص. حاضر. اسمع يا ربيع، انا هاجي الاسبوع الجاي وهبص على المدفن، اذا ما عجبنيش هدفنك هنا. سوري تيتا، بعد اذن حضرتك. يا ربيع فوق، يا ربيع فوق. انت تخرس خالص. حاضر يا تيتا. يلا نجر قدامي. حاضر. نجر. سوري.
ادعك كويس، ادعك كويس. حاضر يا تيتا، بدعك اهو. البلاوي تيتا، كنت عايز اكلم مع حضرتك. روح افتح الباب. حاضر. افتح الباب. حاضر. بس حاضر. اتحرك. حاضر يا تيتا، صابون في ايدي. رب ارحمنا بقى. يا نهار اسود. ازيك يا حبيبي؟ وحشتني قوي. الحمد لله يا منى. ازيك؟ انت عامله ايه؟ ايه، انا مش هدخل ولا ايه؟ مش تدخلي يا منى، مش تدخلي. اصل يا تيتا خاجت، مش عارفه راحت فين. وبعدين لو جت ولقيتك لوحدك معايا شكلك هيبقى قاسي قوي يا منى. مين يا رؤوف؟ انت بتضحك عليا يا رؤوف؟ انت ما قلتلهاش ان احنا هنتجوز صح؟ لا لا، مش هقولها يعني. استنى شويه يا منى. انت ناسي ان فرحنا فاضل 10 ايام؟ هتفضل لغايه امتى جبان؟ مش عارف. مين على الباب يا رؤوف؟ لا تيتا، ده الزبال جاي ياخد شهيه يا تيتا. سوى منا سوى، مش هقدر بالك، مش هقدر بالك، مش هقدر بالك. رعد جوبلز في الزوم، جيب طبقك يا حيوان. حاضر يا تيتا. عامله لك بقى شويه مكرونه بالخضار، هتاكل نفسك وراه. انا عارف ان هو يوم زي الزفت. حضرتك عارفه ان انا بكره المكرونه دي. هتاكلها وبعدها بقى هتلبس وتتشيك علشان هنروح عند طنط بهيرة، فاهم يا حيوان؟ تيتي سوء يعني، سوء يعني، اسف يعني. مش ملاحظة حضرتك يعني ان الكلاب بتنتهيهم بأساميهم، وانا طول الوقت حيوان، حيوان. اذا كنت انت حيوان هوب انا من وقت عنك ما تفحت. اللي ياكل على درسه ينفع نفسه. مش قلتلك يا بهيرة هانم، سالي مش ممكن تنسجم الا مع كلب ألماني زيها، الدم بيحن. بقول لحضرتك ايه يا تيتا، هو ينفع كلبه مصريه تتجوز كلب الماني عادي يعني؟ اخرس ده احنا جبنا لها كذا كلب، عضتهم وعورتهم، تصوري. لكن شوفي منسجمين جدا مع بعض. هاي يا طنط. هاي يا حبيبتي. انا فيروز. اهلا يا فيروز، كبرتي. ده انا سافرت وانت لسه بتلعبي في الجنينه. رؤوف فاكر فيروز؟ مش فاكر حد. فيروز مضيعة وقتها كله في القراية والعزف على البيانو والنت. ما شاء الله. طيب ما تعزف لنا حاجة من شوبان يا فيروز؟ طبعا يا طنط. رؤوف برضو بيعرف يلعب بيانو. ما بعرفش ألعب ولا عايز ألعب. قوم قوم يا رؤوف. ما بعرفش يا تيتا. قوم يا رؤوف، قوم العب. أنا زهقان. قوم يا حيوان. بعد إذنك يا طنط. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. شكرا. في البيانو ده اهو. فين؟ اه استغفر الله العظيم. هوب بيانو اوف. ايه المزيكا زي الزفت دي؟ ايه عشان عندي صداع اساسا. خلينا قاعدين شويه وهنمشي انا والتيتا ان شاء الله احسن. ايه يا برنس؟ برنس؟ على فكره جدتي وجدتك دول بلح بلح. حوار جواز الصالونات ضابطن من ساعة ما عمرو دياب كان بيعمل حفلته في العجم. ما تهميش ما تهميش، القعدة دي مش لجواز ولا بتاع، ده هما شويتين كده بيشوفوا الكلاب ونتكل على الله. في ايه يا واد؟ انت رؤوف وحنين كده على طول؟ ما تضم كده وخلي العدالة تاخد مجراها. يا نهار اسود ومنيل على المفاجأة فوز. ايه الكلام اللي مش لاقي ما اعرفش بيكوا ده اصلا؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله؟ انا اللي بقوله؟ لا انت شكلك مالكش فيها بقى. طب بص، انا اسمي على الفيسبوك. انا ما عنديش فيسبوك اصلا، وجاي ورا شويه واتكلمي بصوت عالي عشان احنا شويه وهنمشي من عندكم. احسن من المصحف قوم افضحك قدام ستي. هي فكاكي شايفه يا روحي عليهم يجننوا. لايقين على بعض هما الاثنين يا حبايبي. طب بطل بقى ويخرب بقى. لا انت شكلك كده عايز تفك. ما تيجي نضرب جونتين في البلكونه، يمكن العلاقة تتطور. انت بتشرب مخدرات؟ ايه مخدرات؟ تتطور ولا انت هتخيب ولا ايه؟ لا ما تقطعيش في الكلام، ممكن ما احتمكيش. لا ده انت مالكش في الطيب. احتمي نفسك وقت تفتكيني طيب. الله ما شاء الله، انتوا انسجمتوا قوي مع بعض ما شاء الله. ما شفتش اظرف ولا اوائق من الانسه فيروز بصراحه يعني. بس خلوها يا عم مسكين، عماله تشتكي ما عندهاش فيسبوك. خليها تدخل يعني، تدخل في الحياه بتاعت النت اللي فاصلنا ان شاء الله عشان تدردح شويه. مش معقول كسوفه، مش معقول. يلا تيتا، يلا تيتا، نتوكل على الله من هنا. اذا كانوا الكلاب عملوا حاجه غصب عنهم فانا ارفض. اتجوزت من ورانا يا ولد؟ ربنا حصل يا تيتا، ربنا. ده انا تبيت حضرتك، عامل كده ازاي يعني؟ هو حضرتك
انت يا ولد انت. حاضر تيتا، هم جوا تعاوف تعاوف يعني. اصل منى دي زميلتي في الشغل، وزي ما تقول حضرتك كده بصراحه يعني، انا رحت وقعدت مع اخوها، قعدنا في البيت يعني عادي كرجال قاعدين مع بعض يعني. ايه خلصني. حد ما حضرتك عمال زعق لي وده عمال يعمل لي. اخلص. حاضر حاضر. قعدت مع اخوها وقلنا فتحه. ايه؟ قالت له فتحه؟ انا وباين. من ورانا يا هبل. واللي اسمها منار دي ابوها بيشتغل ايه؟ الله يرحمها ويحسن اليها. وامها؟ الله يرحمها ويحسن اليها. اوه وجدها؟ جدها بيعمل ايه؟ جدها يعمل ايه؟ الاثنين الله يرحمهم، وهو كمان الله يرحم الله يرحم. ايه العيله دي؟ لا تيتا ده ليها اخ اسمه ابراهيم. يا تيتا لو شفتيه، ابراهيم طيب طيبه زي الامهات. موهم، عفوا موهم. والمرهم ده بيشتغل ايه؟ خلصني. ابراهيم ابراهيم بيشتغل. انت حد يا تيتا؟ ابراهيم بيشتغل في الديكور، يعني بيعملوا الديكورات. حيوان. انا ولا ابراهيم؟ انت طبعا. هو في حيوان غيرك؟ شكرا يا تيتا. ممكن نعم ممكن اقوم عشان حاسس اني اغمى عليا. يلا في 60 داهيه. تشك عايز اشوف خلقتك. حاضر. لو تقام شويه كده ولا كده.